التلاميذ المستويين الخامس والسادس. من بين أهداف الدرس أن يكون التلميذ قادراً على ضبط رسم الألف اللينة في الأسماء والأفعال والحروف، وأن يكون قادراً على توظيف واستثمار الألف اللينة في الإنتاج كتابياً. التعريف: ماذا نقصد بالألف اللينة؟ إذن الألف اللينة هي ألف مسبوقة بفتحة وتكتب مقصورة أو ممدودة في آخر الأسماء والأفعال والحروف. ألاحظ وأستنتج. إذا لاحظوا معي هذا الجدول، إذن هذا الجدول يضم مجموعة من الأسماء الثلاثية والأفعال الثلاثية. قمت بتجميعها في جدول واحد لأنها تخضع لنفس القاعدة الإملائية. إذا لاحظوا معي جيدا، عصا، إذن عصا تنتهي بألف ممدودة، فتن ألف لينة مقصورة. بالنسبة للأفعال نما، إذن تنتهي بألف ممدودة، مضى وألقى بألف مقصورة. إذن متى ترسم الألف اللينة ممدودة ومتى ترسم مقصورة؟ إذن لنحول الأسماء الثلاثية إلى المثنى: عصا عصوان، نما نموا، فتى فتيان، مضى مضيا، ألقى ألقيا. إذا لاحظوا معي بالنسبة للألف الممدودة، إذن لنلاحظ بالنسبة لألف الممدودة ماذا وقع لها عند تحويلها إلى المثنى؟ جيد، قد تحولت أو انقلبت واوا. كذلك بالنسبة لفعل نما، قد تحولت أو انقلبت واوا. إذن أصل الألف هنا واوا. بالنسبة لفتى مضى ألقى، إذن فتيان مضيا ألقيا. ماذا نلاحظ؟ أحسنت، إذن الألف المقصورة هنا قد انقلبت ياء في المثنى. إذا لاحظوا معي بالنسبة للألف الممدودة في عصا ونما، قد انقلبت الألف الممدودة واوا. بالنسبة للألف المقصورة هنا انقلبت ماذا؟ ياء. كملاحظة بالنسبة للأفعال، لمعرفة أصل الألف هل هي ممدودة أو مقصورة، يمكن أن نحولها إلى المضارع أو إلى المثنى أو كذلك إلى المصدر. إذن نقول مثلا نما في المضارع ينمو، إذن انقلبت واوا. مضى يمضي، نجد أن الألف المقصورة تحولت إلى الياء. لاحظوا معي الأسماء الثلاثية المبنية. إذن تكتب وترسم الألف اللينة مقصورة في جميع الأسماء المبنية ما عدا أن، لذا، متى، فإنها تكتب ممدودة. الاستنتاج الأول: ترسم الألف اللينة في آخر الأفعال والأسماء الثلاثية المعربة ممدودة إذا كان أصلها واوا، مقصورة إذا كان أصلها ياء كافة والفعل غوا، وترسم الألف في آخر الأسماء الثلاثية المبنية ممدودة ما عدا في الأسماء أن، متى، لذا، فتكتب مقصورة. إذا لاحظوا معي هذا الجدول الذي يضم مجموعتين، إذن دنيا، عليا، رؤيا، وصايا، أقوى، ليلى، أسماء، منتهى. ماذا تمثل هذه الأسماء؟ إذن الأسماء غير الثلاثية. إذا لاحظوا معي المجموعة الأولى تنتهي كلها بألف ممدودة، أما المجموعة الثانية فهذه الأسماء تنتهي كلها بألف مقصورة. إذن متى تكتب الألف ممدودة في الأسماء غير الثلاثية ومتى تكتب مقصورة في الأسماء غير الثلاثية؟ إذن
رسمت الألف ممدودة لأن قبلها ياء. إذن في المجموعة الأولى قبل الألف ياء، عليا، رؤيا، وصايا، ولهذا كتبت أو رسمت ممدودة. بالنسبة للمجموعة الثانية رسمت الألف مقصورة لأنها ليست مسبوقة بياء. نجد هنا حرف الواو، اللام، الميم، الهاء. إذا كانت الألف اللينة مسبوقة بياء في الاسم غير ثلاثي فإنها تكتب ممدودة، وإذا لم تكن مسبوقة بالياء فإنها تكتب مقصورة. إذن هنا نجد مجموعة من الأفعال غير الثلاثية. المجموعة الأولى استحيا، أحيا، أعيا. المجموعة الثانية أعطى، أدلى، أجرى. إذن رسمت الألف ممدودة لأن قبلها ياء، ورسمت الألف مقصورة لأن ليس قبلها ياء. نفس القاعدة بالنسبة لجدول المتعلق بالأسماء غير الثلاثية. إذن بالنسبة للاستنتاج الثاني، تكتب الألف اللينة في آخر الأسماء والأفعال غير الثلاثية ممدودة. تكتب ممدودة إذا كانت مسبوقة بياء، كالاسم قضايا والفعل أحيا، وتكتب مقصورة إذا لم تكن مسبوقة بياء، كمصطفى أو الفعل استوى. إذا الجدول الثالث، إذا هذا الجدول يضم ماذا؟ يضم مجموعة من الحروف. إذا تكتب الألف اللينة مقصورة في الحروف التالية: على، بلا، إلا، إلى، عفوا، حتى. وتكتب ممدودة في بقية الحروف مثل كلا، هلا، لا، إلا، ألا. الاستنتاج الثالث، إذن تكتب الألف اللينة مقصورة في آخر الحروف التالية: إلى، على، بلا، حتى. وتكتب ممدودة في باقي الحروف مثل كلا، هلا، ألا، إلا، لا. إذن هنا سوف نقوم بقراءة خطاطة تلخص لنا مجمل الاستنتاجات الثلاث. إذن تكتب الألف اللينة مقصورة في الأسماء المبنية أن، لدى، متى، ما عدا ذلك تكتب ممدودة. وتكتب مقصورة في الأسماء المعربة والأفعال الثلاثية. إذن الأسماء والأفعال الثلاثية، إذا كان أصل الألف ياء، وفي الأسماء والأفعال غير ثلاثية إذا لم تكن مسبوقة بياء، كقتلا، استسقى. وفي الحروف التالية: إلى، على، بلا، حتى. تكتب الألف اللينة ممدودة في الأسماء والأفعال الثلاثية إذا كان أصل الألف واوا: عصى، تلا، عفوا، عصا، تلا، الفعل تلا، تلا يتلو، إذن أصله واوا. عصى نقوم بتحويل المثنى سنحصل على عصوان، إذن انقلبت الألف واوا، إذن ستكتب ماذا؟ ستكتب ممدودة. وتكتب كذلك ممدودة في الأسماء والأفعال غير الثلاثية إذا كانت مسبوقة بياء، كرؤيا أو الفعل استحيا. أما في الحروف فإنها تكتب في جميع الحروف ممدودة ما عدا، كما قلنا تكتب الألف اللينة، إذن ما عدا إلى، على، بلا، حتى. إذن سنوظف المفهوم الجديد وما اكتسبناه لإنجاز مجموعة من الأنشطة. أضف إلى الكلمة الألف المناسبة. إذن بنى أحد المحسنين في قريتنا مستشفى صغيرا لاستقبال المرضى، وهو يتألف من 3 طبقات: سفلى ووسطى وعليا. ينهض بهذا المستشفى أطباء وممرضون، وكل منهم نوى الإخلاص لمهنته. ومتى صلحت النوايا ووفى المتعهد بعهده اكتمل العمل على أحسن ما يرتجى. إذن سنكتب الألف المناسبة في هذه
الفراغات. إذن بالنسبة لبنى، بنى بنى، هل ستكتب بألف ممدودة أم مقصورة؟ أحسنت، ستكتب ألف بألف ماذا؟ مقصورة. لماذا؟ إذن بنى هو فعل ثلاثي، إذن نقول بنى يبني، يبني، إذن أصله ماذا؟ ياء، إذن ستكتب ألف مقصورة. إذن لاحظوا معي الجواب، إذن كتبت ألفا مقصورة. مستشفى، مستشفى، لماذا كتبت الألف هنا مقصورة؟ نعم كتبت مقصورة لأن هذا الاسم غير ثلاثي والألف غير مسبوقة بيا، إذن ستكتب مقصورة. سفلى ووسطى كتبت مقصورة لأنها ماذا؟ أسماء غير ثلاثية والألف غير مسبوقة بيا. عليا كتبت ألف، كيف كتبت الألف اللينة ممدودة؟ لماذا؟ جيد، لأنها مسبوقة بيا. المشفى كتبت الألف اللينة مقصورة لأن المشفى اسم غير ثلاثي وأن الألف غير مسبوقة بيا. الفعل نوى، نوى كتبت بالألف الألف مقصورة لأن أصلها ياء، نوى ينوي. متى، متى كتبت مقصورة الألف اللينة مقصورة لأنها من الأسماء الثلاثية المبنية. النوايا كتبت ممدودة لأن قبلها ياء. وفى، وفى، إذن هذا فعل، فعل غير ثلاثي، إذن كتبت الألف مقصورة لأن قبلها فاء وليس الياء. ما يرتجى كذلك نفس الشيء، كتبت الألف مقصورة لأن ما قبلها ليس بياء. التمرين الثاني، أعلل كتابة الألف في الكلمات التالية. إذن لدينا مجموعة من الكلمات، إذن سنقوم بتعليل لماذا كتبت الألف اللينة ممدودة ولماذا كتبت مقصورة. إذن الفعل دعا، كتبت الألف ممدودة لأن أصلها واو، لأن أصلها واو. هدى، كتبت الألف مقصورة لأن ماذا؟ لأن أصلها ياء، نقول هدى هديان. الدنيا، كتبت الألف ممدودة لأن قبلها ياء. استحيا، كتبت الألف ممدودة لأن قبلها ياء. مقهى، كتبت الألف مقصورة لأنها غير مسبوقة بياء. بنى، كتبت الألف مقصورة لأن أصلها ماذا؟ ياء. مرعى، كتبت الألف مقصورة لأنها غير مسبوقة بياء.